أمينة أنتي ما جهزتي الفطور؟ يا فتح يا عليم يا ربي، شو اللي فيقك بكير هيك؟ وشو رأيك أخذ الإذن منك لما بدي فيق؟ شفت سامي بيك طالع مستعجل، قلت بجوز تأخرتوا بالسهرة مبارح وما رحت فيه. لك أنتي ما بتغيري عادتك هي؟ مو شغلتك، وتاني مرة ما بتفكري عكيفك، عنده شغل ضروري كتير ولهيك كان مستعجل. بس كأنه هالفترة مشغول كتير عنك، قصدي إنه لازم يقضي معك وقت أكتر من قبل. أنتي حامل هلأ وبحاجته. شو هدول؟ ليش ريحة الكلور طالعة منهم هيك؟ مبارح نقعتهم بالكلور هيك أنظف. لا، وبالمرة كمان اغسليهم بالفلاش. يلا نطفيهم بسرعة ولا بقى تعيديها. بدك تسممينا يعني؟ ليش في سم بيأثر بوحدة من هالنوع؟ هالمخلوقة ما بتعرف تعمل شي بالمرة. صباح الخير يا بنتي. صباح النور بابا. هلأ أنتي مين طالب منك تشتغلي وتتعبي حالك؟ ما بيصير هالحكي، المفروض أنك ترتاحي، لا تنسي أنك حامل. أمينة بتعمل كل شي. إذا بدنا نترك شغل البيت لأمينة بتصير حالته بالويل بابا. بتعرف شو لازم نعمل؟ نحن من هلأ المفروض ندور على وحدة تانية، لأنه أكيد رح نحتاجها هون بعد فترة. معك حق، نحن بحاجة لوحدة تانية، بس أمينة ما فينا نتخلى عنها بالمرة. العمر هون وصارت وحدة منا، وبس يجي الولد بتساعدك لأنه هي بتفهم بهالأمور. أنا ما بترك ابني بين إيدين وحدة مثل بابا. عموما بكير على هالحكي، من هون لوقتها منلاقي حل لهالموضوع. سامي وينه؟ اليوم طلع بكير. لوين راح؟ قال في عنده كم شغلة بيخلصهم وبيلحقك على الشركة. صباح الخير يا أحلى عم بالدنيا كلها. يسعد لي صباحك يا عيون عمو. صباح الخير شاهيناز، كيفك؟ صباح الخير عمو. شو كأنك ما انتبهت على الطوب؟ أخيرا شفته برقبتك. فكرته ضاع منك بشي مكان، وعم تستحي تقلي لي إنه ضاع منك، لهيك ما حبيت خجلك. عمو يعني معقول هالحكي؟ أنا مستحيل ضيع شي غالي علي أو فرط فيه لحدا. برافو عليكي، الواحد لازم يعرف قيمة الأشياء اللي بيملكها. صب لكم شاي. أمينة وين الخبز؟ ليش ما لك جايبتي؟ رايح أجيبه. قومي صبي شاي لمرت أخوكي سعديها، بتعرفي إنه وضع صعب. قومي يلا. بيقول المثل الولد لأخواله وخذوا البنات من صدور العمات، وإذا حفيدتي بنت بتمنى تكون مثل عمتها سوزان، طيوبة مثلها وشاطرة كمان. الله لا يقدر. تفضلوا الخبز. سعيد وين وأمينة؟ سعيد يمكن طالع بكير، بهالفترة عامل البيت مثل الأوتيل، ما بعرف أنت بيروح وبيجي. هالولد ما بعرف شو بدي أعمل معه. تصرفاته وسهراته برات البيت مو عاجبتني كتير بابا. أبصر هالشاب لمين طالع؟ كله بسبب الولاد الصايعين اللي مرافقون. مزبوط اللي عم تقوله. سعيد من جوا شخص منيح كتير، بس بيتأثر بسرعة كبيرة بالناس اللي حواليه، بيوثق بالكل من طيبة قلبه، بيفكر انه الناس كلها سادقة. يا حرام ما عم يكشف هالناس على حقيقتها. تأخرت كتير. أنت مجنون لحتى تبعت لي هيك رسالة من الصبح وتجيبني لهون وراك؟ من زمان كنا نجي لهون كل أسبوع، تتذكر ما هيك؟ جايبني لهون لتقلي هذا الكلام؟ وقتها ما كنت أطلب منك شيء وتقلي ما بيصير. صحيح، لأنه أنت كنت صغير بهذاك الوقت، وأمك ما كان صار لزمان ميتة كمان. عملت المستحيل لعوضك عن حنانة شوي، وما تحس بغياب عنك ولو دقيقة. وإذا حدا يحاول إنه يضايقك كنت تتخانق معه. عملت كل شي لما خليك تحس بغيابة عنك. يبدو إني غلطت ودللتك زيادة عن اللزوم. تعرف إني حبيتك أكتر من أبي؟ احترمتك، أنت اللي علمتني شو يعني التزام.
كنت تصدقني شو ما حكيت. وأنا ضحيت كرمالك، حتى شاهيناز تجوزت وقتها كرمالك. شو عم تحكي؟ أنا ما طلبت منك هالشي، ما طلبت منك تروح وتتزوج وحدة ما بتحبها. ما كان في داعي تطلب هالطلب. أنا عملت هيك لأنك أخي الصغير اللي بحبه، هذا هو معنى العيلة، إنك تضحي برغباتك كرمال تسعد حدا تاني. وأنا كمان مستعد أتخلى عن كل شيء، بس سوزان ما راح أتخلى عنها، مفهوم؟ من أنت وصغير كل اللي بتحبه كنت تاخده، أي شيء بتشوفه جديد بتحب تمتلكه لو شو ما كان. لساتك مفكر الدنيا لعبة، بس صدقني سوزان هالمرة ما أنا لعبة تلعب فيها وترميها. ولك فهم أنا بحبها. أنت بتعرف تحب حالك وبس، وطول ما أنك راكد ورا رغباتك رح تضل هيك، بدك تملك الدنيا وما رح تقدر تحب حدا. بس أنا تغيرت ورح أثبت لكل اللي بالبيت أني تغيرت. لهلا عم تصرفوا من البطاقات اللي بجيبتك، قول كيف بدك تدبر حالك بعدين. ها؟ الأفضل تنتبه لدراستك، شيل من راسك هالأفكار الفاضية. فاضية ما؟ طيب تفضل خود كريدت كارد، خود هذا الحساب اللي أنت فتحت لي إياه بالبنك. استنى شوي، تفضل هدول من أبي كمان، ها وهي كمان، هدول المصاري اللي أعطتني إياهن أنت. تمام هيك؟ إن شاء الله مبسوط سامي. اسمع، لو شو ما عملت أنت مانك الشخص المناسب لسوزان، وحتى إذا كنت بتستحقها سوزان بتضل بنت عمك سعيد. أنت اللي لا تنسى، مثل ما هي بنت عمي وبنت عمك أنت، وممنوع عليك بدك تبعدني عنها كرمال أنت يخلالك الجو معها، ما هيك؟ لا تجيب سيرة سوزان بهالطريقة، هي عم تفهم؟ ولك أنا بحياتي ما حسيت أني بحب حدا قد هلأ، كل شي تغير من لما أجت لعنا، يمكن تسليت مع غيرها بس معها هي لا. والله أنا بحبها سامي، وحتى لو كانت بنت عمي ومثل أختي، هالحكي الفاضي كله مرتبني. أنا بحبها لسوزان، فهم؟ المخلوقة بتشيلها من راسك، اوعك تفكر بالموضوع مجرد تفكير. أنت ما دخلك سعيد، عم حزرك. ليش ما عم تفهم؟ لا تتحداني سعيد، أنا ما عم بدك. سعيد عم قلك هالبنت بتشيلها من راسك. مو أنت علمتني دافع عن الشي اللي بدي إياه وما أتخلى عنه؟ رح أمنعك وما رح تاخد الشي اللي بدك إياه. ليش؟ لأنه أنت كمان بتحبها، ما هيك؟ ليش عم تضربني؟ ليش؟ لأنه كشفتك عن حقيقتك. إذا بتموتني ما رح أتركها. أنت بتحبها بس مانك قادر تعترف لها. ما عندك الجرأة تقول، بس أنا عندي. اضربني ما رح بعيد عنها. سوزان رح تتركها، مفهوم؟ مفهوم سعيد؟ ببيتكن في حدا بخصني وبدكن تعطوني اياه من تم ساكت، ولا بحرق البيت بالكل. عم تفهمي؟ هلا رح شيل ايدي على مهلي، ماشي؟ اصحك تصرخي. ايه ايه انت الشاب اللي دخلته سوزان على البيت؟ ايه نعم انا. طيب شو بدك مني؟ اسمع لقلك، اذا بدك مصاري انا هلا. المصاري اخر همي وحياتكم، مفهوم؟ مفهوم. شفتي العاد؟ ها؟ جوزك وقعوا بغرفتي امبارح بالليل، واللي بعد عن سوزان وضربني. لو الشغلة بإيدي كنت من زمان رميتها برا، بس عمي ما بيخلي حدا يحكي معها، وإلا دقيقة ما ضليت. عندي شيء كتير مهم بساعدك تتخلصي منه.
أي وشو هو؟ شاهيناز، شاهيناز، شاهيناز وينك بنتي؟ انت روح تخبى وانا رح اصرفها. شاهيناز شو بدك؟ ليش لحقتيني لهون؟ بدي شم هوا واقعد لحالي. روحي لشغلك، ليش عم تطلعي؟ يلا اسمع، نحن اثنين بدنا نفس الشيء، بدنا سوزان تطلع من هذا البيت. هنيك بآخر الشارع في كافيتيريا، سبقني عليها وأنا بعد شوي بلحقك ومنتفهم على هذا الموضوع. ماشي؟ اوعك تلعبي معي. ايه فهمتي؟ ايه. إن شاء الله تكوني ارتحتي هلأ. بالأول قولي مرحبا. ليش قلتي له يعني؟ مو فهمانة عليك، مين هو اللي قلت له؟ مانك فهماني ما هيك؟ يعني مو أنت اللي قلتي له لسامي عن فياض؟ ما سامي إجا وحكى لك كل شي صار، ما هيك؟ المفروض أعرف إنه رح يقلك. لا هو ما حكى لي، أنا فهمت. رجع لي هاد الطوق يلي كان أخده فياض مني. يعني سامي راح وجب لك يا من عنده؟ ليش عملتي هيك وخنتي ثقتي فيكي؟ لا تقلبي يا دراما، انت التانية ما في لا خيانة ولا غيره. تتذكري بهداك اليوم لما قلت لك انه فياض اجى على المعهد؟ وقتها قال لي قولي لسوزان اني بدي اشوفها بكره بالحديقة. ولما سألتك ليش ما قلتي هالشي؟ وقتها ما قلت لك لانه ما بدي تروحي مع واحد مثله. انا من وقت ما شفته قلبي ما ارتاح له بالمرة، وخفت انه يعمل لك شيء. ليكي بعرف انه سامي شخص منيح وبوثق فيه، لأنه أمي بتشتغل من سنين عندهم، لهيك قلت إذا خبرته أكيد رح يلاقي شي طريقة يبعد فياض عنك وترتاحي منه. يبدو أنه أنا غلطت، مو لأنه يمكن بسبب سامي زعجك بشي كلمة، صح؟ نوب، بالعكس تماما، حتى ما طلب مني إشرح له شي، رجالي هاد الطوق وقال لي أنه الموضوع انتهى. طيب وكيف أخذ الطوق؟ أتخانق معه يا ترى؟ ما بعرف، ما قال لي شي، كل اللي قاله أنه الموضوع انتهى. يا ستي رجاله بيفرح القلب، هو ما في مثله. ايه معك حق. مانك زعلاني مني؟ ما مشان شو، اصلا منيح اللي صار هالشي، هيك بيعرف انه في وراي حدا وبيبعد عني، والموضوع انتهى وارتحت هلا. بالعكس هيك احسن. شاهيناز كيفك؟ منيحة؟ بعتذر نسيت اتصل فيكي. بسيطة حبيبي، أنا داء خلقي وطلعت اتمشى شوي، قلت بغير جو يعني. اي منيح حبيبتي، بس انت انتبهي ولا تتعبي حالك، نحن لازم نروح بهالفترة لعند الدكتور ونطمن على وضعك، بجوز الحركة مو منيحة. سألته على التليفون، انت لا تشغل بالك بهالموضوع، وضعي منيح وبقدر اتحرك وما في مشكلة. شو بدنا بهالقصص هلا؟ اللي شو صار بالمصنع؟ ليش شو بالمصنع؟ مو صاير مشكلة بالمكانات ورح تتحلى؟ وطلعت بكير لأنه خبروك على التليفون مخصوصا. ايه صح، مو مشكلة ولا يهمك، انحلت القصة. ديري بالك، أنا المسا بشوفك، روحي. أهلين بالخانم. والله عادلا شربك شاي. ليك أنا ما عندي وقت ضيعه، مفهوم؟ قلت في شي بيريحني من سوزان، بدي شوفه لو سمحت. لا زكية، مفكرتين يعني رح أعطيك إياه بهالسهولة؟ عادلا نحكي. هات واحد شاي. ليكي زمانه سوزان مرض أبوه كتير وكانوا بحاجة مصاري ليعالجوا، وأنا لأني بحبها طبعاً وبفديها بحياتي أخذتها لعند صايخ، واتفقنا ناخد من عنده شوية ذهب، بس نوينا نرجعهم طبعاً. ولو مفهوم، فكري مثل ما بدك.
المهم رحنا سوا على محل الذهب. أنا أخذت كم قطعة ذهب بدون ما ينتبه وحطيتهم شنتاية سوزان بوقتها، ونحن طالعين من عنده الواطي حس علينا. وبعدين أخذونا على المخفر، وهنيك سوزان ودموع اللي بتلين الحجر غيرت رأي الضابط. سألني أنا عنهم، البنت أكبر ممثلة. الضابط جاب الصايخ وحكوا عن عمر سوزان إنها صغيرة وما لها وعي حورية، حكت لهم عن وضعها، والصايغ اقتنع وسحب الشكوى تبعه. ونفدت منا ما هيك؟ نفدت طبعاً. الضبط نسخته عندي اللي بيثبت إن فاتت على المخفر بتهمة السرقة، وأنا شاهد على هالحكي. وهلأ مستعد تحط هالضبط بين إيديك إذا أنت بتدفعي لي. شو؟ يه صفاء، شو جاي تعملي هون بهالوقت بنتي؟ الأستاذ تبعنا كان مريض أمي والدرس التغى بكير. بعرفك سوزان. تشرفت بمعرفتك. وأنا كمان أهلين، سمعت عنك كتير بس ما صحت لي فرصة قبل هلأ لأتعرف عليكي. لما التغى الدرس سوزان حبت تجي لهون وتشوف الشركة وتسلم على عمّة بالمرة. إيه أهلين وسهلين. عمي بالشركة ما هيك؟ ما نو هون، راح لعند واحد من التجار بده شي ساعتين ليرجع. وسامي هون؟ ما اجى لهلا. تفضلوا اقعدوا، خلوني ضيفكم شي، تشربوا شاي ولا شي بارد؟ شو رايكم؟ ولا شي بارد احسن. تكرمي. قال بيقولوا اللي ما قالوا حظ لا يتعب ولا يشقى. شو هالحظ هاد؟ لو حكينا معه قبل ما نجي بلكي بيجي هلا. استني، وانت كنت تشكري بالبيت ما كان احسن لك؟ هي راح علينا الدرس على الفاضي. طيب كيف بدي اشكره هنيك؟ الكل ما عندهم شغله غير يراقبوني. بدك شهنازة تقيمي قيامتي يعني؟ هون باخذ راحتي. تفضلوا. يسلموا ماما. شكرا كثير. صحة وهنا. نورا خانم، بخصوص هالعقد هاد. نورا خانم لو سمحتي شوفي لي هالعقد هاد، راجعيه ونظميه من أول وجديد. تكرم. سوزان شو هالمفاجأة الحلوة؟ نورتي المعرض. صراحة أجيت شوف عمي يسلم علي. السيد أحمد مو موجود للأسف، ولا يهمكن أنا بقوم بالواجب. قوموا معي تفضلوا، أرفيق أدريان فوق عم ناخد صور من شالكتالوك. أنا ما بفهم بهالشغلات. إيه بسيطة، أنت بس بتعطينا رأيك مو أكتر. يلا ما بدي أي اعتراض، قومي يلا. مو حابة إحساسي بهالزلمة. أدريان بونجور. بونجور. بعرفك هاد من أهم المصورين، أدريان سوزان. مرحبا. هو بالأصل فرنسي بس عايش هون من زمان كتير. إسطنبول بتفاجئنا بالشي الحلو، فانتاستيك. مادموزيل بتقبل نصورها للكتالوج ومنحطها على الغلاف؟ تصورني؟ وشها تحت الضوء رح يطلع كومي نو جون فام اون فلور. أهم يقول إنك حلوة مثل ورد الربيع، يعني مفتحة ومليانة حيوية. حضرتك كلك ذوق، بس ما بعرف وقف قدام الكاميرا. ألو جيكوت إمنيت. إيه سوزان شو رأيك؟ بتحبي تجربي؟ بخاف عمو يزعل مني بعدين. وليش أنت عم تتصوري كرمال الكتالوج؟ مو وقتها هلا. أدريان مصور مشهور كتير وكل الناس بيتمنوا يتصوروا عنده، وأنت عم ترفضي. إذا ما عجبوك بتتركي. باردون المادموزيل قبلت شي انو نصورها؟ قبلت. تعرف شو؟ سوزان راح تحلي الكتالوج كتير، اكيد راح يطلعوا صورة بجنن. سيلفو بلي ايسي، سيلفو بلي وافي ورفعي راسك. تري بيان. وانت ليش بتكرهها لسوزان؟ شو في بيناتكم؟ انا ما بكرهها، بالعكس بموت عليها لعلمك، مستعد اعمل اي شي لترجع لي. وانت ليش بدك تخلصي منها؟ شو القصة؟ ما ارتحت لها ابدا، ما بيكفي برايك؟ بس جوزك ارتاح لزياده. ما مو غريبه مشان بنت عمي عرض حاله للخطر. جوزك تهجم علي بالفندق وكان ممكن يموت، يعني حتى الغبي بيفهم ليش عمل هيك. مو واضح كتير من خوفه علي انه عشقانه وغرقان.
خد هدول. إذا سوزان بتنقلع من بيتي بأسرع وقت رح تاخد أكتر منهم. بس بالأول في شغلة بدي منك تعملها اليوم. شو؟ بدي تروح على قسم الشرطة فورا وتشتكي على جوزي لأنه تهجم عليك. بدك نروح اشتكي ضد جوزك؟ ايه، بدي اياه يشرب من نفس كاسة السم اللي عم سقيني اياها. والله طلعت مو قليلة، طلعتي أوسخ مني يا خانم، بتخوفي على عيني. تخيلي ضو رح يوقع عليكي وبدك تمسكي، كيف يعني؟ خليل ارفعي ايديكي لفوق. ايه، حسي انك ماسكي شي. تمام. تخيبيا. ارجعي شوي لورا. هركي شارك انك كوني واسكة بحالك ونظراتك كلها ونوسة. اعطيني ابتسامة، خليكي ايديكي عشاراتك، نظراتك حادة اكتر. تخي بيان. اكسلان. اتطلعي فيني. يبدو انه القصة قلبت جد امي. إذا إجا أحمد بيك وشاف هالمسخرة رح يتضايق كتير. إن شاء الله ما توقع هالقصة براسي، مو ناقصني. سوزان خلينا نمشي، أنا جعت كتير بدي آكل. يلا دقيقتين ومنخلص. أدريان خدنا صورة سوا بس ذكرى يعني. أوكي. يلا فوالا. فرجيني لشوف. ماني فيك. شو قال؟ قال إنه الصورة كتير حلوة. مادموزيل، إذا قررتي بشي يوم تصيري موديل للتصوير فأنا جاهز. ليك أدريان، بدي نسخة من الصور، أنا رح أخذ الصبايا على أوكي. غدا عن إذنك هلأ. باي باي. لا تعذب حالك سيد خليل، أمي عملت لنا غدا. العزيمة ما بتتفوت، بعرف محل قريب كتير وأكله طيب، إذا بتجربوا أكله رح تحبوه تدعولي. إذا هيك روحوا أنتو اتنين. لا بنتي روحي مع رفقتك، مو حلوة تتركيها لحالها. روحي يلا. ايه صفاء، حاشت الدلالي علينا. يلا نورا خانم. مور، شو قصدك من هالحركة؟ هاتي لشوف. شو بده يكون؟ البنت أمانة عنا. شبك؟ كل هالأدوش مشوه؟ شو؟ لا حبيبتي، أنا كنت شاردة بشغلة مو أكتر. دكتور هي يعني مع الوقت رح تتحسن، ما هيك؟ أي طبعاً رح تتحسن أكيد. أي يلا هاتهم رأي. لو سمحتي بلا ما تشوفي وشك بهالفترة، لأنه الجرح لساته جديد. عملكن أعطوني برأي هلأ، بدي شوف وشي، بدي شوفه. أعطوها المرأي خلاص. منال بترجاكي بلاها. ولك هاتي لشوف. منال خانم، رح نشيل القطب بعد 10 ايام من هلا، وبعدها بتعملي تجميل ورح يتحسن بدرجه 80%. شو هاد؟ لا هذا مو وشي، مستحيل يكون هذا وشي، مستحيل. ولك شو عملت بوشي؟ فهموني. لا تنسي انه الجروح لسه ما طابوا، بدهم وقت ليشفوا على الاخر، بس اطمني وشك رح يرجع مثل الاول. طبعا ما رح تبقي هيك، قصدي يعني طب التجميل تطور كتير ورح نعمل عمليه تجميل ويرجع وشك مثل الاول. حبيبتي لا تكذبي. شو عملت وشي؟ هاتي الابره بسرعه، هاتيها. انت عم تكذب علي. بسرعه هاتي الابره اللي عندي بسرعه. يا جابتي بركان. شوي اهدي شوي. الهمبرجر هون كتير طيب، شاركيني اذا بدك. شكرا، ما بحب الهمبرجر كتير. قادر يا غير شكل، مصور شاطر وصانع نجوم كمان. وقفي شوي. بالصوص أطيب، خليني دويك. دوقي. بكرة بتشوفي صورك رح يطلعوا غير شكل. بس لو كان عندي خبر كنت سويت شعري أحلى، ما كان ظابط كتير. بالعكس كتير حلوين ومانو بحاجة شي، بيجننوا. وهذا أدريان أنت من وين بتعرفه؟
من أمريكا. تفضل. الله يسلم. كان عم يشتغل بمجال الموضة وبعدين مل ورجع على اسطنبول ليشتغل هون. هو بيعرف تركي كتير منيح ما؟ ايه مزبوط. وانت كمان بتعرف تحكي فرنسي كتير منيح، فهمت علي كل شيء. شوية انجليزي على شوية تركي على شوية فرنسي عم ندبر حالنا. ما أنا شغلة صعبة كتير، شوفي كم فيلم فرنسي وبتصيري تفهمي كمان. وأنا هيك عملت أصلا، معظم الفرنسي تعلمته من الأفلام. المهم هلأ ليكي لا تستخفي بكلام أدريان، فيكي لمعة نجوم السينما وأي ما كانت تدخيله بتلفتي الأنظار عليكي فورا، وفيكي تشتغلي بالإعلان أو عرضة أزياء. بس أنا ما فيني أعمل هيك شيء أبدا. كيف ما فيكي تعملي هيك شيء؟ صبية وحلوة كتير، متأكد أنك رح تكسري الدنيا. وإذا بدك أنا ممكن ساعدك وأخذ لك موعد من شي شركة. بالأول المفروض تشوفي سامي وعمو أحمد شو رأيهم. أنا متأكدة أنه عمي ما رح يرضى، أصلا ما بيحب هالشغلات بالمرة، وما بعرف شو رأي سامي. سامي ممكن يمنعك؟ رح يقلي بالأول خلصي دراستك وبعدين منحكي. صح، وأنا كمان بشوف أنه هذا هو الصح. يعني شو بفهم من هالحكي؟ أنه مسيطر عليك؟ عامل فيها هذا الأخ يلي كلمته ما بتنكسر؟ ها؟ طبيعي أكيد من خوفه عليها، يعني إذا تعرضت لشي مصيبة هو رح يكون الشخص الوحيد اللي رح تلجأ له سوزان ليحميها. صح، وأنا ما إلي حق أعترض ابنه، يعني سامي طالعني من مشاكل بحياتي ما كنت رح أعرف أطلع منها. وشو نوع هالمشاكل هاي؟ مجرد مشاكل. شو ما عملت ما بقدر كافي. شبكي صفاء ليه ما عم تاكل؟ عم باكل. شو بدك؟ ألو سعيد؟ اليوم منال شالت الضماد عن وشها، وقت شافت منظره جن جنانها وصارت تبكي وتصرخ. أنت لازم تجي لهون. خير ليش بقى؟ أنا شو بدي أعملها يعني؟ أنا لاني جوزها ولاني حبيبة ولا البابي ستر تبعها. لك عيب، مو أنت اللي شوهت لها وشها ولا بدك تنكر هالشي حضرتك؟ وهي كمان عملت لي مشاكل ومصايب، أنتوا قاعدين هنيك وما عارفاني شو عم يصير معي. حلوا عني بقى كرمال الله اتركوني. اسمع لك، تجي لهون وبتوقف قدامه وبتقول هالحكي كله بوشها. ألو؟ مرحبا نورا. أهلين وسهلين. طولت بمشوارك ما هيك؟ إيه، شو بدي أعمل؟ أوه، لو سمحت يعملي لي فنجان قهوة بلكي بيصحى راسي. تكرم عينك. اليوم مرقت بنتي صفاء ومع بنت أخوك سوزان. خير إن شاء الله، صاير شي معهم؟ شو بده يكون صاير معهم؟ بس كانوا حابين يسلموا عليك. من سوء حظي ما كنت بالشركة. رح أروح ساوي لك قهوة. نورا سكري هالباب وراكي لو سمحت. حاضر. نعم، شو بدك؟ ماشي قليلي بسرعة وين بدي شوفك. ماشي. عطلة بكرة عندك مشاريع؟ لا، بدي أقعد بالبيت مع العيلة. ليكي صحيح منشان الحفلة الموسيقية اللي قلتلك عنها، شو رأيك تروحي؟ ما بعرف، بركي غير مرة. شكرا كتير على الغداء اليوم، يلا بشوفك. بشوفك أكيد، وأول ما يطلعوا الصور رح أخبرك فورا. اتفقنا. أوكي. حلو كتير، ما بتتبهدلي بعشقة المواصلات، كل يوم بتلاقي حدا يشيلك من الطريق ويجيبك لهون. كنت بالشركة عند عمو مرقت سلم عليه، وهنيك قابلت السيد خليل، كان طريقه من هون وعرض علي يوصلني. مفهوم، يعني ما طلبت منه،
هو لما أصر علي يوصلني قلت ما حلوة خجله وقول لا. معقول تقولي له لا؟ ما بيصير، انت ما بتحبي تخجلي حدا، منعرفه لسيد خليل ومن زمان بيشتغل عنا، ما نو غريب سوزان. حطيت الطبخة على النار وشي نص ساعة بتكون جاهزة. سوزان هذا أنتي؟ فكرت شاهيناز إجت تعمل كبسة مثل عادة. بتعرفي كيف بينحطوا هدول الشغلات؟ شو هاد خالتي أمينة؟ هذا شاهيناز بتخجل فيني بس يكون في عنده ضيوف، خليني اهتم بحالي وبوشي وشعراتي وهيك بتبطل تخجل فيني قدام ضيوفة. والله أنا ما بعرف كيف بيستخدموه، بس ليكي هون كاتبين الطريقة. تعال نطلع على غرفتي ونجرب. هنجد حنجربه؟ لأنك عم تساعديني رح أعمل لك شو ما بدك. شو هالحكي خالي أمينة؟ أنا طلبت شي بالمقابل، حابة ساعدك بس. أي يلا تعي تعي. أهلين أمي. ألو، إيش يا هناز؟ كيفك بنتي؟ منيحة وإنتو؟ أنا منيحة بس بصراحة من مبارح لليوم ما دقت طعم النوم. شو صار؟ عرفتي لي بعدين مين يلي جابها لهدايا لسوزان؟ بدي أعرف شو القصة. خلص لا تاكليها، الشخص اللي جابها لعنا هو كمان اللي بعت لها الهدايا اللي شفتيهم. أخ دغري بنتي بتروحي لعند عمك ولا بتخلي عليها ستر مغطى. قولي له كل شي فورا، قولي له يعني مثل ما بتعرف إنه البنت ما لها غير شرفها وإني عم تغلط كتير وانتو ناس معروفة عيلتكم وكل شي بيأثر على سمعتكم. قلي له انه انت يعني كل اللي بيحترمك وإلك اسمك وسمعتك وما بصير هيك وحدة تأثر على سمعتكم. الرجال بس تجيهم من هالبواب بيجن جنانه، وقد ما قدرتي زودي من هالحكي ولعبي بعقله. ايه وقلي له انه الناس رح يحكوا عليكم اذا عرفوا، ولهيك انت لازم ترميها برات البيت. روقي خلص ما في لزوم، سوزان رح تمشي من هون لحالها. بدها تمشي؟ كيف يعني؟ هلا ما رح قلك شي بعدين، بس ينحل الموضوع منعود سوا وبخبرك كل شي بوقته. انتبهوا على حالكم. وانتي كمان. يا الله دخيلك، شلون هيك بدها تروح من حالها يعني؟ المهم انه تفرقنا. لا افتح البال بقى. قولك بنتي فات المعجون لأدنية طالعي. شاهيناز اذا حست اني ماني بالمطبخ لتقيمي قيامتي. ايه خالتي ليش خايفة منا؟ اللي عم تعمليه كتير ضروري كمان. قولتك بصير حلوة يا بنتي؟ منشوف بس نخلص. سوزان قولتك وشي رح تحسس منه لها؟ يا الله خالتي هدي وحاش تتحركي بقى. مفروض ما تحكي وانت حاططي. هلأ بس تخلصي بتحطي شوية بودرة وبترفعي شعراتك لفوق هيك بتصيري بتاخدي العقل بتجنني. دخيلك يا الله، انتي بنت منيحة والله يا سوزان، مو مثلها بتضل قلبي خلقتها شاهيناز وشها صاير بيقطع الرزق. انا فكرتها منيحة معكن. هي هيك طبيعتها من يوم اللي خلقت، لا قيمة وما فيها خير. هلأ حاططك انتي براسها. ليش لا تحطني براسها؟ اي روح اطلع على وشك بالمراية وشوفي شكلها هي، وقتها بتعرفي ليش بدها تخلص منك. هون كلهم ما بيطيقوها بس بيسايروها غصب عنهم. وشي حاسس توشد كتير كتير والله. ييي ليكي أنا مستعجل كتير وما عندي وقت ضيعه، قولي شو بدك وخلصيني. شوف أحمد، نحنا لازم نتفق من الأول، مثل ما سوزان بتعني لك بتعني لي، مفهوم؟ وانت واقف هيك ما رح نقدر نتفق على شيء. أقعد لو سمحت. خدي. شو هدول؟ حق الهدايا اللي بعتيهم لسوزان، مو ناقصها شيء. ضبن بجيبتك هالهدايا. أنا جبتها لبنتي، عم تفهم؟ أنا كم مرة بدي أعدلك نفس الكلام؟ سوزان بتعرف أما شبعت موت، ليش مصرة تطلعي بوشها وتخربي لعيشتها؟ أنا بدي أخرب حياة بنتي؟ كل اللي عم بطمح له هلأ إني أعيش مع سوزان وبس. وأنا مستحيل أسمح يصير هيك شيء.
سبق اني حذرتك ما تقربي عليها، مفهوم؟ الحقد اللي بقلبك بعمره ما رح يخلص. اكيد ما دام بتعرفي هالشي خلينا نسكر على الموضوع بقى. ليك بدك تفضحينا بين الناس؟ شو صار لك؟ ليش البكي؟ عم تبكي منشان اشفع عليك ووافي على اللي بدك يا مو؟ لك انت ايمت بدك تحس؟ دفعت ثمن غلطتي عمري كله وتعبت. هلا انا مريضه من كتر اللي شفته، والدكاترة هلا عم بيقولوا انه ايامي بهالدنيا صارت معدوده، واخر شيء بطلبوا بحياتي شوف بنتي. تاخرتي كثير عن ندم بلقيس خانم، المفروض تندمي من زمان. خلاص حرام عليك، انا ام كمان، الخوف عم بيقتلني وما عم بقدر انام. ما بدي موت قبل ما اسمع منها كلمه ماما. والله بس بدي اشوفها قبل ما اموت. انت قلبك ما في رحمه، لك خلص والله حرام. يلي عشتي وعم تعيشي هلا لا هو ذنبي ولا ذنب سوزان. ما حدا ظلمك، انت اللي ظلمتي حالك بلقيس، وكل شيء بقدر ساعدك فيه حاليا اني ادعمك بموضوع علاجك مو اكثر. انت ليش بدك تساعدني بعلاجي؟ مو كرمالك، كرمال سوزان والمرحوم أخي. مرحبا. أهلين. سامي تونجا موجود؟ إيه موجود. خير حضرتكم، شو بدكم منه؟ بدنا نحكي معه لو سمحتي. طيب تفضلوا. سامي بيك، الشرطة هون وقال بدهم يحكوا مع حضرتك شوي. تفضلوا، طالبينك بالقسم ولازم تتفضل لهونيك. الموضوع بخصوص أخي سعيد يعني؟ لا، في شكوى مقدمة ضدك أنت. نورا تركينا لحالنا لو سمحت. حاضر. تفضل. في شكوى مقدمة ضدك سامي بيك بأنك دخلت على مكان خاص وتهجمت على شخص هونيك. أنا تحت، انزلي بسرعة. سعيد، كنت خايفة عليك كتير. أنت لازم تعرف شو صاير لوشك؟ مع مين متخانق؟ احكي. مع سامي. مشاني انا، ما هيك؟ مشانك ايه. هداك اليوم لما شافك بغرفتي عم تبكي فهمنا غلط. لا سوزان، هو ما فهمنا غلط. انا بحبك كتير وماني خايف من حدا، عم تفهميني؟ لك اصحى بقى، مستحيل نكون هيك، نحن اخوات شباك. انتي مانك اختي ولا رح تكوني هيك ابدا. ليكي أنا رح أبعد عنك من هلأ، رح ريحك مني قبل ما نظف حياتي وغيرها، ما رح أرجع لك بوعدك. سعيد خلصنا تركي. بقى اسمع لك، عم هون بيتك أنت، إذا في حدا المفروض يطلع من هذا البيت فهو أنا، عم تفهم؟ بس أنا ما حدا هون طايقني، بعرف هالشي. شو بدك تحبيني؟ أنا بعذرك، معك حق، أنا واحد ما بينحب المرة، ولك حتى أنا مو طايق حالي منوب. طيب الله يوفقك، لا تعمل هيك. أخي معه حق، بعرف أنت مستحيل تحبي واحد مثلي، أنت بنت طيبة ومنيحة كتير، وأنا ما بستاهل حتى ألمسك بإيدي هدول.
رايح شوف منال لآخر مرة. ما في داعي تعمل هالشي كله. إذا لساتك بتحبها روح لعندها. هالشخص كان عم بيتعرض لبنت عمي كتير ولحق على المعهد تبعها أكتر من مرة كمان وصار يضايقها وحتى أنه سرق لها طوقة من رقبتها. وليش ما قدمت شكوى ضده؟ فكرت إذا حكيته بخوفه وبنهي هالموضوع. يعني إذا كل واحد بده يحل مشاكله مثل حضرتك شو كان صار؟ نحن ليش موجودين هون؟ اي معك حق. دخلت على غرفة فياض أوزجان واعتديت عليه بالضرب، مزبوط هالحكي؟ مزبوط ضربته لأنه معصي. لأنه عايشين بغابة ما؟ ضربته لسبب أزعر وحرامي. ورغم كل هاد أنت مالك حق تضربه أبدا. خلصت؟ ايه خلصت. تفضل. بعد ما وقع إفادتي فيني روح ما هيك؟ رح تبقى هون لحتى نحولك عن النيابة العامة. إذا بدك تخبر حدا من عائلتك تفضل احكي معهم. وهلأ وقع هون. وقع. يعني هو بالقسم هلأ؟ ايه عم ياخدوا إفادته ورح يتركوه يروح ما هيك؟ والله إذا القانون ما بيتطبق بس علينا نحن هالمساكين فرح يستضيفوا الليلة. بكرة الصبح بيحولوا عن النيابة العامة لعند القاضي. وانت تنتقمي منه وبيبرد قلبك. انت ما دخلك. بكرة أول شي بتعمله بتجيب لي الضبط اللي حكينا عنه. شو بدي قلك؟ هلأ بتفوت بتسحب الشكوى بسرعة. ما بدي زوجي ينام بالحبس وهلأ لازم يطلع. عم تفهم؟ سامي تونجا. اي نعم. فياض أوزجان سحب الشكوى تبعه. صار فيك تروح. صباح الخير. صباح الخير. ايمتى رجعت؟ ما حسيت عليك وقت اجيت. رجعت متأخر شوي، كان عنا شغل زيادة، خلصته ورجعت. كتير عم تتعب. شايفك مبسوطة اليوم. عندي إحساس غريب إنه اليوم بده يصير معنا شغلات حلوة. سعيد. سعيد قوم يلا خلصني. قوم بسرعة يلا. خد هالتليفون رد عليه أحسن ما أكسره. ما قدرت نام من صوته من الصبح. قولك شو هالطريقة اللي عم تفيقني فيها؟ ألو. طالعناها اليوم لمنال وصارت بالبيت. مين منال؟ مين منال؟ آه شو نسيت هلأ مين بتكون؟ على كل حال اسمها البنت تعبانة. تعال بسرعة شوفها. شوفها خمس دقايق وبعدين لا تفرجينا وشك. خلصنا. ماشي جاي. إذا معك مصاري عطيني بعدين برجع لك يا. وين كروت البنك اللي معك؟ ما معي لا كروت بنك ولا غيره. وينون؟ بلا أسئلة. هلأ معك مصاري ولا لا؟ استنى لروح شوف لك اذا بلاقي. أوه.
يا ستي يا ختيارة يا زينة كل الحارة حبيبي يلي بحبه ناطرني بالسيارة. أمينة سكتي بقى صرعتيني. لهلا ما حضرتي الصلاة امتى ناوية تجهزيها؟ شوي بتكون جاهزة. امسكي قطعي هاي الفليفلة بابا بيحبها. فورا طلعي فيني شوي. شو هاد اللي عملتيه؟ ما عجبك؟ شو هالمسخرة أمينة؟ أهم شي تجهلي وتمعطي وشك. برافو. يا ريت لو سعيد هون كان فطر معنا، متعود إنه الكل يكون قاعد على الفطور. بابا قلت لك هو عند رفيقه، الفحص قرب كتير ولازم يحضر منيح، بتعرف يعني عند رفيقه بيدرس أكتر. اللي ما عم أفهمه ليش هالولد متغير وما عم يجي لهون؟ شو هالحكي اللي عم تحكي بابا؟ عم يدرس مع رفقاته ما في شي. يا بنتي خليه يدرسوا هون، مين رح يحكي معهون؟ بلكي كانوا أكتر من واحد مجتمعين وعم يتعاونوا سوا، لأنه مشاريع التخرج بيتساعدوا فيها الطلاب. آه هالموضوع ما خطر على بالي بنوب. انت هيك دائما بتضلي بتدافع عن سعيد. بكرة لما بده يجي ابنك متأكد انه رح تكوني حنوني بتخافي عليه كتير. صباح الخير. اهلين. صباح الخير سوزان. انا هديك الليلة ما شكرتك، يعني لانك رجعت لي الطوق كمان ريحتني من فياض وساعدتني. ما في لزوم تشكريني بنو، ما عاد اتعرض لك مرة تانية ما هيك؟ ما عاد شفته من وقتها، ما عاد شفته ولا طلع بوشي. متضايقة لأني وقعتك بمشكلة. يا روحي ما هيك القصة، يعني اتضايقت شوي لما عرفت انك بتعرفي واحد مثل هاد. هو ابن أخته للخالة حورية، يعني لو ما هيك مستحيل كنت احكي معه حتى. اوعك بعد هاليوم انك تعرفي واحد هيك، مفهوم؟ ورفقاتك لازم تعرفي كيف تختاريهم. مفهوم. تعالي على الفطور. استنى، انت وسعيد متخانقين ما هيك؟ سعيد هو اللي قالك؟ مو هو، لا انا عرفت. ليك اذا كنت مفكر انه في شي بيني وبينه بتكون كتير غلطان. كون متأكد انه ما في شي بالمرة، يعني هالشي مو ممكن يصير. بس إذا وجودي هون رح يسبب مشاكل بيناتكم، أنا برجع إزمير لعند الخالي حورية. شو هالحكي هذا حبيبتي؟ لأنه ما بدي إزعج حدا فيكم. أنت ما عم تزعجي حدا ومالك علاقة بالمشاكل هون، وهي قصة رجعتك كمان بدك تنسي ليها على الآخر. أنت خلص رح تضلي معنا هون دائما، تمام؟ أنا بحبك كتير من كل قلبي سامي، بحبك كتير. يلا صباح الخير. صباح النور. صباح الخير. صباح النور. رح صب لك الشاي سامي. شو سعيد مو هون؟ رح يدرس مع رفيقه منشان يحضروا للفحص، ورح يبقى عنده لحتى يخلص الفحص، يعني مطول ليرجع. طيب احسن. في على الباب شخصين وعم يسألوا عن حضرتك. كملوا فطوركم لشوف شو بدون. مين هدول بابا؟ حلو. بشوفهم انا؟ ابني هاي شغلات بتخصني، انت خليك بحالك ولا تتدخل. الله الله، لك انت شو عاملة بحالك تحت حلياني؟ لا بقلك كتير وطالع حلوة. يو انا من يومي حلوة. اهلين وسهلين معلم ناظم، كيفك؟ اهلين وسهلين، مشكور الله. يا ترى فطرتوا ولا لسه؟ ايه يسلموا يا بيك. ايه معناتها تفضلوا لجوا، خلينا ناخذ المقاسات بسرعة مشان ما نعطلك عن شيء. ليك سامي، عم قول لو بنعمل شي بركة مي بالحديقة الورانية للبيت، بنحط فيها سمكات ملونين وهيك شغلة. والله هي فكرة حلوة كتير. معقول هالحكي حبيبي؟ يعني بكرة بس ابننا يكبر له شوي رح تكون خطرة عليه كتير، مزبوط؟ بلاها مزبوط كلامها. منجيب لك حوض سمك، وهيك كمان فيك تحطي بغرفتك. شو رأيك لما بده يكبر الولد تجيب له كلب صغير؟ من صغري بتمنى يكون عندي كلب. الكلاب بيحملوا أمراض، بدك الولد يصيبه شي مرض خطير لا سمح الله؟ لا لا انسى، الولاد بيفتحوا لهم حساب بالبنوك. تفضل افتح له حساب ونجهزه باسمه.
بظن انه هالشي رح يكون كتير منيح إله بالمستقبل. اذا بدك منفتح له حساب خاص فورا، مع انه ابني ما بنخاف ابدا على مستقبله طول ما انا عايش. بكرة انا ما رح اخليه يحتاج اي شي بهالدنيا. انا متأكدة انك رح تكون اب رائع سامي. رح اعمل كل اللي لازم. بعد اليوم انا رح اتخلى عن كل رغباتي بالحياة والتفت لتأمين مستقبل ابني. حياتي ليش مو أكتر شي كنت تتمناه وتحلم فيه إنه تكون أب؟ مزبوط كنت يعني، ولهلأ هيك. عفوا. شو إمتى بدنا نروح عند الدكتور سوا؟ لا تتعطل عن شغلك حبيبي، بروح لحالي. لا معقول ما أروح معك. بعد اليوم رح كون معك بكل خطوة بتعمليها. بدي شوف ابني وهو عم بيكبر يوم بيوم. شو هالمفاجأة هي؟ إذا بقلك عليها ما بقى اسمها مفاجأة، لما شوفك بقلك شو هي. طب بجوز ما يخلوني اطلع؟ إيه دبريها بقى، والله رح ننبسط كتير. طيب ليك ساعة واحدة بس، وما منروح لمكان بعيد كمان؟ تمام، معناتها اتفقنا. يلا باي باي. سامي ليك؟ ايه؟ بتسمح لي اطلع هلأ؟ لوين بدك تروحي؟ انا ورفقاتي حابين نطلع نغير جو مع بعض، وصفاء معهم كمان. بس لا تتأخري. ماشي، بالكتير ساعتين وبرجع. شو هالجيل هاد؟ تفرج تنورتها شبر ونص، الله وحده بيعلم لوين رايحة. اكيد اتعرفت على شي حدا، مو هي صغيرة وحلوة كمان، يعني ما كتير غريب. ليش سوزان قديش عمرها هلا؟ سامي إذا بتخاف على بنت عمك لهالدرجة، إذا إجانا بنت قديش بدك تغار وتخاف عليها؟ منيح اللي إجيت. وينها منال؟ فوق بغرفتها، نامت من شوي. من وقت ما رجعنا ما فتحت تمها بكلمة. شوف أهم شي هلأ أنه تظهر لها شوية اهتمام وتعاملها منيح، ماشي؟ على القليلة بس لا تقدر تطلع من حالتها. سعيد، شوفي حبيبي. اه ولا شي، انت كيفك؟ يعني هلا كيف حاسه؟ موجوعه؟ مستحيل اتركه هيك، بعمليه تجميل وحده بيرجع وشي مثل ما كان، بيرجع احلى من الاول، وبتشوفه بعينك. كتير منيح، انبسطت مشانه. اللي انك جاي لقيت مكياج. اه بتعرف انا رايحه احط هلا، وجرح ما عاد يبين. هلا بتشوف هدول شو رح يعملوا فرق، يعني النجمات اللي بتشوفهم بالسينما ولا وحدة فيهم حلوة، بس بسبب المكياج بيتغيروا تماما، كله جمال اصطناعي. وحياتك منال، نحن رح نترك. معقول نترك لأني تشوهت؟ لا. طيب ليش لكن؟ أنا سبق وحكيت معك بهالموضوع، نحن مو مناسبين لبعض، وهالشي رح يكون أحسن إلي وإليك. قصدك مشان فرق العمر بيناتنا؟ مزبوط. لا مو مشان فرق العمر. لك عشو قلي. لأني ما بحبك. بعد ما دمرت لي حياتي كلها جاي هلأ تقول إنك ما بتحبني سعيد؟ وضحت لك هالشي كتير، أنت اللي ما بدك تفهمي. لما كنت قلك لازم ننفصل كنت تهربي، وبعدين مو أنا اللي شوهتك منال، عم تفهمي؟ مو حضرتك اللي كنت سكراني وهجمتي علي وزحطت رجلك ووقعتي؟ خلصنا، ليش عم تتبلوني؟ لا مورك طلع عندك ما وقعت. شوفي أنا ماني جاي لهون مشان نحكي بهذا الموضوع، أنا قلت اللي عندي. سلام. سعيد واقف عندك، واقف وحاكيني. لك وين رايح هلأ؟ حاكيني. إذا ما بتحبني ليش كنت عندي بالمشفى؟ ليش حاسبت عني؟ آه إذا لأنك كنت خايفة من الشرطة، ما هيك؟ وهلأ ما عادت خايف من شي. هلأ بروح وبغيرها لإفات كيف بتشوف. أنا مو لعبة عندك. روحي اعملي اللي بدك يا، ما عادت تفرق كتير.
استنى سعيد، عم لك استنى، هلا عم تتركني مشان انا برجيكم مثل ما خربت لي عيشي ودمرت لي حياتي. خلص منال اهدي، خلص انا برجيك ولك فوتي فضحتينا. مرحبا. مرحبا، اهلا وسهلا، تفضلوا. اهلا فيكي شاهي. هون امينه قاعدين برا بالجنينه حبيبتي. تعا. مرحبا، كيفكن؟ اهلين. مرحبا، انا ماجد. سوزان. ماجد بيكون خطيبي. تشرفنا والله. وانا كمان تشرفت بمعرفتك، اهلا وسهلا. الظاهر كنتي طالعه برا البيت، ما هيك؟ يلا بلا ما ناخرك لكان. تمام، بشوفكن هون لكان بالاذن. طبعا طبعا. الايام جايه ورح نشوف بعض كتير اكيد. باي. الله معك. ولك شبك ما بقى تشيل عيونك عنا. شو فيا؟ لا اله الا الله، حدا بشوف هيك جمال وما بيطلع؟ اي جمال هاد؟ خلصنا بقى. ولك ماجد شلي شويه اعتبار، قول خطيبتي واقفه جنبي احترمني شوي. طلع فيني. فهمت؟ قدامي لشوف. مين بتكون هي؟ بنت عمو للصهري، انت شو دخلك؟ امشي لشوف. خير ان شاء الله. لك يا صفاء، اذا سالك سامي بتقولي له انه انا وياكي مع بعض، ماشي؟ اصحكي حس عشي. سوزان ليش بدك تورطيني معك بهيك شغلة؟ بعدين انت مين رايحة تشوفي اليوم؟ لا تكوني رايحة تشوفي اللي اسمه فياض. لا صفاء، والله ما عاد شفته بالمرة، القصة انتهت وخلصنا، بكرة بحكي لك. يلا. عفوا يا حلوة، من هون بيروحوا على قلب البلد؟ ايه بس بعيد كتير، أنا رايحة لهنيك كمان وناطرة الباص هلا بيمر. أنا إذا بتحبي منروح سوا لهنيك، أنا رح أخذ تاكسي هيك أحسن مشان ما ضيع الطريق. يعني إذا بدك منروح سوا، لأنه أنا غريبة عن اسطنبول، بتساعديني؟ أنا مثلك كمان غريبة. بتروحي معي؟ بروح. طيب. يلا. كان في حجز لعرس والتغى، لهيك قدرنا نحجزه بهالوقت، وإلا كنا رح نستنى. ما في داعي للعجلة كل هالقد. ما هيك؟ وأنا كمان هيك رأيي. ما حلوة يطولوا بالخطبة أكتر من هيك سامي، برأيي هيك أحسن، تتزوجوا وبتسكنوا ببيتكم وتستقروا وترتاحوا من هالهم. يا ترى استأجرتوا شي بيت؟ لقينا بيت بالشارع يلي ورا بيت أمي، يعني هو صغير شوي بس منيح بيمشي الحال هلا، بعدين فينا نغيره. بس باقي مشكلة الفستان، كنت ناوية فصله على مهلي، بس بما أنه الموعد صار قريب رح نضطر نشتري جاهز. ولا تنسي في طقم العرس تبعي كمان. خلص ماجد، خلينا نخلص من هم فستاني هلا وقت تيابك. أنا بحبك كتير من كل قلبي سامي، بحبك كتير. شو عم يضحكك سامي؟ لا ولا شيء. قومي حطي شيء عليك، الجو برد شوي. ماني بردان. شاهيناز، تليفونك عم يرن كتير وما جبته لأنك منبهة علي إني ما فوت على غرفتك أبدا. ماشي، رايحة أشوفه. عن إذنكم لحظة. على مهلك شبك؟ أنت حامل يعني؟ شو لتكوني نسيتي؟ إيه مزبوط. إيه لسه ما تعودت بس رح أحاول انتبه. ايه صحيح عديل، ريتو مبروك. شكرا. بس قليلي على هالصدفة قديش حلوة، يعني نحن الاثنين مو بس عدايل وكمان بنفس الوقت. يعني قصده انه انتو مو بس عدايل كمان، يعني بتشتغلوا سوا، مو هيك ماجد؟ صحي، كيف الشغل؟ اذا منلف هلأ على اليمين منختصر علينا مسافة منيحة. ما قلتيلي انك غريبة عن هالبلد؟ ايه بس عم حاول اتعلم شوي شوي، ما الي زمان كتير جاي على اسطنبول. قبل وين كنتي؟ بإزمير. وابوكي وينه؟ توفى. من وقت ما توفى اجيت لهون لعيش ببيت عمي. البقية بحياتك. شكرا لك. قليلي، موجودة امك؟ هي ميتة من لما كنت صغيرة وما بعرفها، بس بصراحة عمي بحبني كتير وما عم ينقص علي شي. ما بيكفي غياب الأم، ما في شي بيعوضه. وصلنا.
أنا رح أنزل هون وأنتي كملي بالسيارة لقدام، ما عاد في شي بضيع، خليكي مكملي دغري ورح يبين الطريق. كلك ذوق. العفو أهلين. بهالفترة رح يكون إلي شغل كتير هون، أكيد رح نلتقي صح؟ أنا بلقيس. وأنا سوزان. فرصة سعيدة. كوني بخير. وينك أنت؟ تمام خلص استنى شوي، المصاري جاهزين لا تاكل هم، برجع بتصل فيك مرة تانية. خلاص عزيز، امتى انا وعدتك وما كنت وفي بوعدي يا رجل؟ قلت لك اني لقيت لك حل لمشكلتك، لا تقلق. ليك بحكيك بعدين، مضطر اني سكر، يلا باي، روح هلا باي. صباح الخير. مرحبا. كيفك؟ تمام. لو سمحت. تفضل. شو ناخذ؟ شاي. اثنين شاي. تكرم استاذ. ايه شو هالمفاجأة؟ ايه خدي بالأول نفس. إلك. هدول الصور ما هيك؟ هدول الصور. شعي، وين تركتينا واختفيتي فجأة؟ ما في شي أبداً، كل شي تمام. على شو عم تضحكي هيك؟ صاري يبدو إنه قابض القصة جد ما هيك؟ أي قصة؟ قصة إنك حامل ورح يصير أب. الزلمة مو مصدق حاله وطاير عقله. ليك يا اختي، بكرة إذا عرف إنك عم تكذبي عليه ومعنك حامل رح يزعل. لا ما رح يعرف، هو شاف صور الإيكو تبعك وصدق إنه القصة ما رح توقف على الصور. شو مشان بطنك ما رح يسأل؟ لا تزوديها بقى علي، بكرة منلاقي شي حل لهي القصة. يا الله دخيلك. إن شاء الله. تعي خلصيني. صور كتير طالعين حلوين. عجبوكي؟ بيطيروا العقل. بتعرفي انت احلى من الصور بألف مرة سوزان. عم بحكي عن جد. شكرا كتير إلك. بس هي مو مجاملة. لو ما قنعتني بالفكرة مستحيل كنت اعمل هيك شي بحياتي. أدريان طار عقله بجمالك سوزان. عمك أسامي معقول ما يوافقوا يخلوكي تشتغلي بمجال الفن؟ والله هذا ظلم برأيي. لا تحكي عنهم هيك، هن كتير طيبين. ايه وانا ما قلت انهم سيئين. ليكي سوزان، المكان يلي ممكن توصلي له بالمستقبل كتير مهم. ليكي زينة، قريلي الفنجاني لأشوف شو مخبى. بس انا سبق وشفت لك يا وقلت لك انه رح تتجوز. مرحبا، كيفكن يا جماعة؟ تفضل بابا. أهلين، كيفك عمي؟ الله يرضى عليكم يا أولاد. والله منيح إنك إجيت يا عمي، كان بدي مين يبصر لي بس ما حدا فيهم عم يرضى. أنت أكيد بتفهم بهالشغلات. لا ما بفهم ولا بحب هالشغلات كمان. مسخرة، مين نحن لحتى نعرف شو رح يصير بالمستقبل؟ إيه والله معك حق عمي، نحن حجزنا وحددنا موعد العرس وإجينا مشان نخبركن، وأكيد أنتو ما بتكون عزيمة. إيه منيح. إمتى العرس؟ الأسبوع الجاي رح تجوا عمي ما هيك؟ معقول هالحكي؟ طبعا رح نجي، انتي مثل ولادي. شاهي انا مضطر روح هلا، عندي شغل مهم ولازم اني اليوم خلصه. سامي مشان زينة ما حلوة، خليك شوي كمان بعدين بتقوم. بس ما بقدر اتأخر اكتر من هيك، خلص انتي معهم، رح امشي هلا. ماشي، عن اذنكن يا جماعة، عندي شوية شغل وضروري اني خلصه اليوم، خدوا راحتكم. لسه ما شفناك منيح، خليك شوي كمان. لا تأخذيني زينة، بس صدقيني مضطر اني اطلع. هاي شاهيناز هون بتتسلوا سوا مع، لا تأخذوني. مو مشكلة، ونحن خلينا نروح كمان. ايه بطريقك بتوصلنا على السوق لكان. ايه عديل؟ طبعا بوصلك. ايه تفضلوا لكان. يلا انا اذنك عمي. الله معكم. خاطرك عمو احمد. مع السلامة يا بنتي. الله يسلمك. على مهلي. وقف 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 وقف. شوفي انت خايفه حدا من بيتكم يشوفك معي مزبوط؟ مو هيك، بس لما طلعت قلت لهم اني رايحه مشوار مع رفقاتي. يلا بشوفك.
خليل شخص منيح وابن عائلة، ما هيك بابا؟ شو خطر لك تسألي عنه؟ بيشتغل معكم معناتها مضمون؟ لهلأ ما شفت من هالشب غير كل شي منيح. عم فكر نتصل فيه ونعزمه لعنا، يعني هو وسامي من زمان رفقات، انت شو رأيك؟ أكتر لون بتحبي شو هو؟ الأخضر. بس ليش هالسؤال بابا؟ عم فكر اني اعمل تعديل على غرفة الضيوف وجهزها لحتى تكون غرفة للولاد. لسه بكير ما هيك؟ بكير شو لك بنتي، كلهم 5 شهور، يعني فتحي عين وغمضي عين ما بتشوفي غير اجا وصاري كاغي بين ايديكي كمان. انا اجيت. اهلين بالوردة، تعي لشوف. تعي. مرحبا. عن اذنك بدي اشوف امينة. ايه شو عملتي اليوم؟ احكي لي بسرعة. ولا شي عمي، رحنا انا وصفاء ورفقاتنا على الكافيتيريا، اكلنا وشربنا وتسلينا. بدي احكي لك شغلة، الصبح وانا واقفة ناطرة الباص شفت وحدة كانت واقفة هنيك، وبالصدفة كنا رايحين على نفس المكان لهيك طلعنا سوا بالتاكسي. ما بيصير تركبي بالتاكسي مع وحدة ما بتعرفيها، شو بيعرفك مين بتكون؟ ما عم تسمعي شو عم يصير هالايام؟ بس هي مو مبينة هيك، وحتى اسمها مثل اسم امي الله يرحمها، بلقيس. تخيل عالصدفة عمي. تعال لعند باب الجنينة الوراني وانتبه لا تخلي حدا يشوفك، مو ناقصني مشاكل. ليا يا استاذ، مو انت نفسك اللي اتخنقت هديك المرة مع فياض؟ فياض بغرفته يا ترى؟ فياض بعد ما حضرتك ضربته هرب ولم كل اغراضه من الاوضه وطلع عم يركض، حاولت وقفه بس ما لحقته، انقلع من دون ما يدفع المصاري اللي عليه، والاداره غرمتني لالي. خد هدول الك. يسلموا ايديك. اذا بيرجع لهون باي وقت خبرني فورا. اكراميتك عندي. امرك يا بيك، امرك تكرم. جبت الضبط؟ عيب هالحكي يا خانو، بالأول وين المصاري؟ تعرفي شو عملت لجبته؟ مو شغلتي، ما بيهمني أصلاً كيف جبته. خد هدول وروح بسرعة، ما بقى بدي أشوف وشك مرة تانية. سوزان. ولا يهمك، يومين ورح ترجع على إزمير، ما عنده مكان تاني تروح عليه، ما عاد بدي شوف وشك. بأمرك. لك لا، ما شفتيهم طالعين بيجننوا عن جد، وأنا طالعة مثل نجوم السينما. روحي بعدين منحكي. كنت محتفظة بشوية صور إلي وحبيت شوفهم. مفهوم. شو قلي لي، في شي؟ ايه في، لقيت ورقة فيها شي مهم، تشوفيها وتعطيني رأيك. شو هالورقة هاي؟ لحظة أنا بشوف. هالضبط سرقة. بتعرفي المشكلة إنها طويلة كتير. أنا رح أقلك شو مكتوب. هاي الورقة من قسم شرطة بإزمير، بتقول إنه في وحدة عندها نفس الاسم وحتى إلى نفس كنيتك كمان، وبتقول إنه حاولت تسرق محل صايغ وتهرب. هاتي أعطيني إياها. لا ترفعي صوتك بوشي. بتعرفي شو ممكن أعمل فيكي؟ مو من وين جبتيها لهالورقة؟ نفسه اللي فوتيه لحتى يسرق يا خانم. اسمعي بابا، بوقتها مرت
وما كان معنا مصاري لحتى نعالجه. فياض اجا وقال لي انه بناخذ من عند الصايغ ده وبنرجع له اياه. مو هيك ما رح ينفعوكي، انا ماني عمك، وحتى هو ما رح يصدقك بعد ما يقرا هالكلام، لانه اللي مكتوب هون تقرير شرطه رسمي ومختوم انك وحده حراميه. يعني انتهيتي. ليكي والله فياض هو اللي حطنا بشنطاتي، مالي علاقه. خلص يا شاطره، الكل رح يعرف حقيقتك. انت انكشفتي، لا عمك ولا سامي ولا حتى سعيد رح يصدقك بعد ما يقرا هالكلام. اليوم رح يعرفوا انهم ظلموني ودافعوا عن وحده بلا اخلاق وحراميه. بس رح كون احسن منك وقول معلش حرام، ورح اعطيكي فرصه تروحي لحالك. معك ساعتين ما في غيرهم، قبل العشاء بتكوني ضبيتي غراضك ونقلعتي لبرا، والا رح افضحك وبتعرفي شو رح يصير اذا عرفوا. بنتي وين حط لك تيابك؟ يه شو القصة؟ ليش عم تبكي؟ شو في لك؟ ليش عم تضب غراضك؟ شو القصة يا سوزان؟ احكي لك بنتي، قولي لي خير، قولي لي شوف ليش عم تبكي. لك شو الموضوع؟ شاهيناز قلعتني من البيت خالي امي. هي قلعتك من هون؟ اذا عرف عمك ليقيم قيامتها شو الشغلة بايدها لتكون؟ فكر البيت بيتها وعم تتصرف على كيفها. صارت تهددني إذا ما رحت رح تقول لعمي كل شي عني. شو بدها تقول لعمك؟ ليش؟ ليكي أنا لازم روح قبل ما يجوا يشوفوني، رح روح لحالي لأنه ما بتحمل يقلعوني من البيت. خلص لا تردي عليها بالمرة، تروح تشوف عمايلها هالمرة، خلص ما عاد عندها خجل. قليلة مفكرة حالة أحسن من الناس، جاي تكذب على جوزها. شو مفكرة القصة لعبة؟ بشو كذبت؟ هي أنت ما بتعرفي شو الموضوع؟ أحقلك كل شي بس أنت سمعيني منيح. أنا بالمطبخ سمعت شاهيناز وأختها زينة عم يحكوا، ولو تعرفي شو كانوا عم يحكوا مع بعض. يا لطيف يا لطيف، القصة إنه شاهيناز كانت عم تقول سوزان بغرفتها أمينة؟ إيه بغرفتها. وين بدها تكون بهالوقت يعني؟ قولي لا تجي تتعشى معنا، حرام تنام جوعانة. ها ليكا أنا إجيت عمي. أهلين حبيبتي. من الجوع رح أطلع بالسفرة. شاهيناز على فكرة دقتي الأكل اليوم طيب ما هيك؟ كتير طيب عوافي. كنت حابة أورجيكم شغلة قبل ما نبلش عشاء، رح جيبها وأرجع ما بتأخر عليكم. يا ترى بدها تأرجينا صورة إيكو جديدة للبيبي جوز؟ لازم كان شي من المطبخ عمي. شاهيناز استني. إذا مفكر رح تضحكي علي بكلمتين وفريون، أنا عطيتك فرصة وضيعتيها. أنت اللي فتحتي هاد الباب، حابة هني يقلعوكي من هون مثل ما بدك. استني لحظة، في شي حاببتك تعرفيه قبل؟ انت مو حامل وكذبتي عليهم يعني؟ عمي وسامي كمان قدرتي تضحكي عليهم، وكمان زينة اختك هي الحامل والصور إلها. شاهيناز لا لا شاهيناز يا ربي. شاهيناز 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 شبه شلت شاهيناز. يا ربي دخيلة، كنا واقفين على درج وفجأة دخلت وقعت لحالة من فوق. شاهيناز ردي علي. شاهيناز سامعتيني؟ شاهيناز
شاهيناز يا بنتي. حبيبتي ردي. شو صار لسوزان؟ انت منيحة؟ يا الله دخلك، ردي يا بنتي. تمام سامي. خلص انتوا لا تخافوا، انا رح اخذها على المشفى. خلص يلا اتركوني سامي. خلص اهدى، ما في داعي نروح، انا منيحة ما فيني شي. بس لا تنسي انك مانك لحالك، لازم نطمن على الولد كمان. يا الله البيبي منيح منيح، من شوي حسيته تحرك، اطمن. يا بنتي اذا ما بدك تروحي على المستشفى ما خلي الدكتور يجي لهون. بلا ما نزعج حدا بهالوقت بابا. اي ازعاج هذا يا شاهيناز، مو هاي شغلته. هلا منتصل فيه دغري، يلا قوموا. لا سامي لا، انا منيحه ما في داعي. يا الله يا شاهيناز، ليش عم تستهتري هيك بالموضوع؟ كيف وقعتي شلون؟ طلعت على اوضتي جيب شغله، ولما صرت بنص الدرج حسيت. سامي والله والله انا ما عملت لها شيء. ويعني انت ليش بدك تعملي لها شيء؟ حسيت بدوخة وفجأة وقعت على الدرج. الظاهر انه نزل ضغطه. يلا روح اعملي لها عيران. ماشي. لا ما في داعي هلا، ما فيني اشرب ونفسي عم تلعي، بدي اطلع على اوضتي. ماشي شوي شوي لكان، قومي شوي شوي. يلا يلا يا على مهلك، قومي على مهلك. يلا رح ساعد على مهلك، قومي معي. يلا شاهيناز. ايوه على مهلك. يلا شوي شوي رح صير احسن اذا نمت. ماشي تعالي على مهلك. انتبهي، منيح ما صار شيء. نحن لازم ندفع صدى أمينة، بكرة عطي مصاري لشي محتاج. حاضر. عمي أنا بقدر روح نام؟ ايه روحي انتي كمان يا بنتي، خفت كتير. تصبحوا على خير. وانتي من أهله. سامي شو عم تعمل؟ هدول التياب ما بنام فيهم بالتخت. مو مشكلة هالليلة، تعالي تعالي يلا تعالي على مهلك. وقفي. حاسة بوجع أو مغص؟ لا بس إيدي عم توجعني مو أكتر. متأكدة؟ شوفي معي مسكن، إذا بدك فيني أعطيكي حبة، بس بجوز المسكن إنه ما يفيدك هلأ. أصلاً لأني حامل ممنوع أخذ أدوية. الدكتور ما عطاكي دواء مشان هالحالات هي؟ ما عطاني وما له لزوم أصلاً. إذا ارتحت ونمت أكيد الصبح ما رح يكون فيني شي. طيب حبيبتي الصبح لما نفيق منروح على الدكتور فوراً، سمعتيني؟ ماشي؟ سامي خليك، كنت بدي روح على الحمام بس. مساك ايدي، خليك لا تروح. ماشي حبيبي. لا تتركني وتروح لحتى نام. جنبك انا، اذا بدك بضلها جنبك هون للصبح كمان. مرعوبة كتير. ليش؟ خايفة اني افقدك. في اشي يوم الصبح وما لاقيك جنبي بالتخت. ولا يهمك، لانه نحن رح نضل ننام جنب بعضنا طول العمر، وعن قريب رح يكون ابننا معنا كمان. ست شاهيناز ما أنا حامل، عم تكذب، خدعتكم كلياتكم. مو هي الحامل زينة؟ مو جابت صور إيكو للولد وفرجتكم ياها؟ إيه هدول صور ابنها لزينة. مزبوط مثل ما عم بتقول. شفت؟ ما بتعرف شو بدها تقول، لأنه انكشفت كذبتها. بكره روحوا اعملوا تحليل مشان تكشفوها على حقيقتها. شو انت ما بتستحي على حالك؟ خدعتيني وخليتيني احلم بولد ما انا موجود، ما هيك؟ روحي من وشي.
اطلعي لبرا وشك ما بدي اشوفه. لا تتخلى عني سامي. لما سألتني إذا كنت حامي ما قدرت إني أقول لك لا ما قدرت. المرة اللي بتكذب ما بيصير تعيش معنا تحت سقف واحد. سامي اسمعني لو سمحت. طلعي من البيت. طلعي من البيت ولا بقى ترجعي. سامي عمل لك اطلعي. اطلعي لبرا. شاهيناز 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 انت منيحة؟ عم بتقولي يا سامي سامي شو شفتي؟ منيحة منيحة. بدي غسل وشي وإيدي. انتي صحياني ما هيك؟ بس نفسي عم تخبط شوي. استني جاي معك. لا ما في داعي سامي ما بطول رح أرجع فورا. سوزان افتحي الباب. يلا 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 بسرعة. سطح سقف. وأنا كمان جاي معكم سامي. لا بابا أنت ضل واستنى مني خبر ماشي. شاهيناز اتصلت بدكتورة ورح نلتقي بالمشفى. طيب يا ابني مثل ما بدك. الله معكم. عمي رح أطيب ما هيك والولد ما رح يصير له شي كمان. إن شاء الله يا بنتي إن شاء الله. وهذا الولد رح يعيش ويتربى بيناتنا إن شاء الله. يا الله طلعي هلأ الحبل واتنيناتنا منعرف إنه كذبة. من وين جابت كذبة الإجهاض؟ أي كذبة خالة أمينة؟ لك شاهيناز عم تأجهد ما شفتيها والحق كله علي. شو سويت أنا؟ تحملي شاهيناز تحملي. يلا وصلنا. انت منيحة؟ تحملي شوي حبيبتي وصلنا. ساعدوني ساعدوني. جيبوا نقالة فورا بسرعة. جيبوا النقالة. شو صاير؟ مرتي حامل. ايه وشو صار؟ وعيت عن الدرج فكرنا انه ما فيها شيء بس بعدين صارت تنزف. اها قديه صار لحامل؟ 4 شهور. اذا هيك لازم عمليه فورا. لا تلمسوني. يا خانم بس لحظه ما بصير هيك. دكتوري وينه؟ يا خانم انت هلا رح يجي. يا خانم انت وضعك خطير. سامي دكتوري وينه؟ يا خانم يا خانم ما بصير هيك. انت والطفل حياتكم بخطر. ما فينا نستنى دكتوري. ما بصير شاهيناز. انت ما بصير شاهيناز. خلص انت بتعرفي شو عم بتقولي. انت عم بتأجهدي وضعك خطير يا شاهيناز. بدي دكتوري. دقوا له خلوا
اعملوا اشي فورا. خير شهناز خانم؟ دكتور مراد. حضرتك دكتورة؟ ايه انا. دكتور معقول تكون عم بتقشط؟ دكتور مراد قول لهم يطلعوا لبرا. دكتور مراد من بعد اذنكم رجاء. طيب اطلعوا كلياتكم. تمام خلص اهدي شوي. سامي وانت لا تكون هون، لا تكون هون. ماشي حبيبي لو سمحت دكتور. هي بأمانتك. شاهيناس خانم الأسبوع الماضي كنت عندي بالعيادة وما كنت حامل، من وين طلعتي بهالقصة هلا؟ دكتور مراد، دكتور مراد لو سمحت بدي ساعدني، لو سمحت ساعدني. ما عم أفهم شو القصة. زوجك ليش مفكرك حامل وعم تأجهضي؟ بصراحة انجبرت اكذب عليه وقل له اني حامل. شو؟ انجبرت اعمل هيك، اكذب، تعلمت اكذب، بعرف حرام، بس والله ما كان عندي غير هالحل. والله يا دكتور لا تواخذيني، مستحيل شارك بهالكذبة. دكتور مراد إذا بدك تحكي لزوجي الحقيقة رح أقتل حالي اليوم، رح أنتحر لأخلص من اللي عملته. لا بابا أنتوا ما في داعي تيجوا على المستشفى وتعذبوا حالكم، دكتورة عم بيفحصها وبس يطلع بيطمني عنها وأنا فورا بتصل فيك. ماشي تمام، وعلى هذا الأساس بنحكي. ماشي بابا أنا لازم سكر هلأ. شلون وضعها؟ قلي مستقر منيح وضعها. والبيبي؟ البيبي للأسف ما قدرت انقذه. ليك سامي بردت كاسة الشاي بصب لك غيرها؟ لا يسلموا. طيب يا ترى بتطلع على لشاهيناس شاي وفطور على اوضتها بركي بتاكل؟ لا خليها تنام، تلفت اعصابها بعد اللي عاشته امبارح بالليل، وانا كمان تعبت. يا ابني لازم تتماسك وتقوي حالك من شان مرتك تقوى فيك كمان. صح انكم فقدتوا طفلكم بس مرتك منيحة ومنشكر الله، وانتو الاثنين شباب لسه وبتجيبوا. ايوة امتى هذا الحكي بابا؟ صرنا 15 سنة عم نستنى. هالولد مو نصيبك يا ابني، لازم تصبر وترضى بنصيبك شو بيطلع بيدك. بس يا ريت فورا، يعني اول ما وعدت كنا دغري اخدناه على الدكتور. بابا انت شفتني انا حاولت وقلت له خليني اخدك على المستشفى بس قالت لي ما عم بيجعني شي والولد بخير. معناتها لأنه الوقعة سخنة ما حسيت بشي. قامت قالت لي نفسي عم تلعي، بعدين فتت لعندها على الحمام لقيتها منهارة وعم تنزف. هالولد مثل الحلم اجا وضيعنا، كنت حابب يتربى بالجنين اللي تربيت فيها ويخطي أول خطوة محل ما أنا مشيت، بس ما صار، ضاع من ايدينا وراح. دخيلك يا رب، انا بيطلع شي بايدي اعمل لك اياه. يا ريت لو تقدري. ان شاء الله العوض بسلامتكم. لسه ما لحق ياخذ نفس ويشوف الدنيا هالولد المسكين، مثل حلم صارت هالقصه، ما لحقتوا تفرحوا فيه. الله يكون بعونكم. بدي شم شويه هوا. عود يا ابني اليوم لا تروح، خليك لا تترك مرتك لحالها. وانت كيف بدك تروح الشغل؟ ايه بروح جمعة، هو اللي بيوصلني ونحن رايحين نوصل سوزان. طالع شم شوية هوا. خلينا نضب الأكل خالي أمينة، ما حدا بده يأكل. ايه يلا لنضبه. قومي لك. يا خالي أمينة ورطيني، أنا سمعت كلامك وواجهت شاهيناز بالموضوع وضغطت عليها وهي خسرت الولد من زعلها،
هذا الولد خطيته برقبتي أنا والحق كله عليكي. أنا شو بيعرفني إنه رح يصير هيك؟ بدني سمعت كلامهم والله. زينة قالت لأختها مو أنت الحامل أنا. تاني مرة إذا مو متأكدة من الكلام لا تجي تقولي لي إياه. شو بدك بشاهيناز وسامي هلأ؟ حياتهم وهن حرين فيها. طيب أنا هلأ أنا كيف بدي أعيش مع تأنيب الضمير؟ آه؟ بحلف لك يمين إني ما كذبت عليك بشي. والله إجت أختها لعندها وفرجتها صور الإيكو بإيدها وقالت لا مو أنت الحامل أنا الحامل هيك قالت. ولك اسكتي بقى لسه مصرة على الموضوع؟ ولك مو كل شي صار قدام عيونك؟ المرة كانت عم تنزف لما أخذوها على المشفى مبارح. شو هاي كذبة؟ بس سوزان ما رح تقولي لهم إنه أنا اللي خبرتك مو هيك؟ لأنه قلت لك تواجهيها مشان مصلحتك. أخ منك يا خالي أمينة أخ. مرحبا شاهيناز، ممكن أدخل؟ بترجاكي سامحيني، طول الليل ما قدرت نام، عم فكر بالغلط اللي غلطته بحقك شاهيناز. والله أنا تمنيت لو انقطع لساني ما حكيت ولا كلمة من اللي قلت لك يا. أنا صدقيني عن جد فكرتك مانك حامل. أنتي قاتلة لتخلصي حالك افتريتي علي. أنتي اللي قتلتي لي ابني. شاي أنا حاولت أمسكك لما وقعتي عن الدرج. بلا كذب أنتي السبب بإني وقعت، وأنا ما رح أنسالك ياها سوزان، ورح أفضحك بهالورقة وفرجيها لعمك بالوقت المناسب، وخليه يعرف انه بنت اخوه الادميه شوارعيه وحراميه. حرام عليك، بترجاكي لا، الله يوفقك رح ساوي اللي بدك يا. طيب انت ما في جواتك رحمه ولا حتى هالقد؟ انت رحمتيني شي؟ لا لإلي ولا لابني. ما رح ارحمك، وبقرب فرصه رح اقلعك من البيت. يا سوزان عم استناكي بالسياره. يلا روحي لشوف، روحي لعند عمك انبسطي بهاليومين الباقيين. روحي لعنده. خلصني جاي. ليش مستعجل؟ ما عم بفهم. حاجتك حكي، بدنا نلحق الامتحان. لك من لحق لا تخاف. ليش مستعجل كل هالقد؟ شو ليش مستعجل؟ عنا فحص. يلا شو وسطة؟ انت مريض اليوم؟ لا رواق. لا لا اكيد صاير معك شي. من امتى بتحب الدراسه؟ لا تكون عجبتك شي معيده. قررت اني رتب اموري شوي. ماشي. وليش؟ ولك بلا لعي خلاص امشي. بهالهمه شكلك رح تعمل دبلوم كمان. ايه وشو فيها؟ وين القائمه؟ اسمي ليش مو موجود هون؟ كيف مو موجود؟ شوف مو موجود، هاي قائمة الأسماء، اسمك موجود واسمي لا. بجوز لأنك ما بتداوم أبداً، مسحوا اسمك من القائمة. شو يلي بضحك؟ أنا شو بدي أعمل هلأ؟ شو بيعرفني؟ أكيد نسيانين اسمي. لازم روح أشون الطلاب أسألهم شو أعمل. روح روح، وأنا رايح أشرب قهوة، بلكي بصحصح. ماشي روح أنت. يلا باي. شو فقتي؟ شاهيناز خلص يا روحي، كله اسمي ونصيب. هدول من زمان اشتريتهم، أول مرة حملت فيها لما الدكتور قال لي حامل ما وسعتني الدنيا من الفرحة. شفتن على الواجهة بمحل واشتريتن. بعدين لما أجهضت الولد ضليت محتفظة فيهم.
بهداك الوقت اللي صار إنه فكرت قراري صح. يمكن غلطت كتير. لو جبنا هالولد كان بطولي هلأ. الله ليش ما عم يرزقني بولد ويريحني سامي؟ أنا ماني أم منيحة يعني؟ لا، هو رزقك ورجع أخده. قديه استنينا وقديش انبسطنا بجيته. بعرف حبيبتي، بعرف. ممكن تستعجلي شوي، رح يروح علي الامتحان. مستحيل تفوت على الامتحان لأنك مفصول من الكلية. وليش مفصول؟ طلع على السيستم أنك مفصول من شهر. وليش بقى؟ السبب أنه حضرتك مانك دافع أقساط الكلية، مشان هيك ما رجعوا جددوا لك تسجيلك. يا الله. طيب وقديش قيمة الأقساط؟ 550,000. أيوة خلص، ماني هربان لمحل، أنا رح أدفعهم أكيد. المهم اكتبي لي ورقة مشان أقدم الامتحان وبعدين بدفع لك المصاري. طيب. تفضل، بس مر لعندي بعد الامتحان وادفعهم. شكرا كثير. اهلا وسهلا. ايه شو صار؟ مالي اسم لاني ماني دافع الاقساط. وليش ما دفعتهم؟ شو نسيت انه هديك المره رحنا لعبنا بالمصاري قمار؟ ايه صح، اخوك اعطاك اياهم للجامعه ما هيك؟ اعطاني المصاري مشان نروح نلعب فيهم قمار. دقيقة، لو ما انت اقترحت نلعب قمار انا ما بروح. لك هلا مو المهم وين صرفناهم، المهم اني اجيب غيرهم. ومن وين رح تجيب بقى؟ طلبهم من اخوك؟ لا مستحيل. كانه هي اول مره بتخبص. قبل هالمره رح تجت مصاري وطلبتهم من اخوك. مستحيل، ما عاد بدي اطلب من اخي بعد اليوم، خلص انسى الموضوع. امي؟ ايه. هلا قالت له حامل ومشيت عليه. ايه. طيب كيف قنعته انه اجهضت؟ شو بعرفني روحي، اكيد ما رح اسالهم على التليفون شو صار معهم، منوصل لعندها ومنعرف. بس برافو شاهيناز، قدرت تمثل منيح وضحكت عليهم كلياتهم وبعدين طلعت مثل الشعرة من العجين منها. بس استنت وما لقيت غير قبل حنتي بيوم. يا الله منا. امي صحيح، اذا رقصنا وانبسطنا رح ينتقدونا ما؟ يا ربي. اخ يا اختي الله يسامحها، نزعت علي يوم الحنة. بس وليه؟ بتكون لقيت لها شي فرصة مناسبة. شبكي يا الله دخيلك. زينة؟ بس نوصل لعندها خلينا نعمل حالنا زعلانين ومقهورين وبنبكي مشان ما يقولوا نحن بلا احساس ومشاعر. ماشي ماشي. ايه انت قرصيني بس نوصل لعندها وانا دموعي رح تنزل فورا مثل الشلال. الله يوفقك ويحميكي يا بنتي. شكرا عمي. فياض ممكن شوفك؟ أهلين. وين بنتي اللي ما لاحظ؟ وين بنتي اللي حظها قليل؟ فوق قاعدة بأوضتها ما عم تطلع أبدا. كيف بدها تطلع منها يا أمينة؟ كيف بدها تطلع؟ بيكون قلبها محرو على ابنها يلي لسه ما شاف الضوء. الله يكون معك ويصبر قلبك يا بنتي. بعرف وأنا كمان أم، صدقيني بعرف أنا قديش هي مقهورة. خلص أمي، الحمد لله أختي بخير ومرة تانية بتجيب أمي. مو هيك أمينة؟ يلا خلينا نطلع لعندها. يلا أمي خلص لا تبكي، بكفي، خليكي قوية قدامها. نورة ممكن تجيبي لي كاسة شاي؟ صباح الخير عمي أحمد. صباح النور. سامي مو هون؟ اليوم مانو جاي. ليش بقى؟ اليوم في عنا اجتماعات كتير مهمة وشكله نسي، رح أحكي معه. لا تحكي معه، سامي مقهور اليوم وزعلان كتير. مقهور اليوم وزعلان؟ خير إن شاء الله، شو اللي صاير معه؟ شاهيناز مبارح سقطته للولد. لا تقولها. شو هالحكي عمي أحمد؟ شو صار؟ نزل ضغطه شوي ووعد من عالي الدرج لتحت،
وبعد شي 4 ساعات لقاها سامي بالحمام وكانت عم تنزف كتير. مين؟ كنتي سقطت الولد. يا الله يا علي العوض بسلامتكم. الله يسلمك. صدق المثل، مو بيقولوا العين بتصيب صاحبها؟ سامي بيك كان طاير من الفرحة انه بده يصير أب ومبسوط كتير. والله زعلت عليهم، الله يصبر قلبه. هذا اللي صار. رح أحكي بعزي وبواسي شوي. لا بلاها، بعدين بتحكي. أنا بوصل له تعازيك بس ارجع البيت بلا ما تذكروا بهمه هلا. ايه أكيد صح. عمي أحمد، شوف بجوز هلأ مو وقتها، بس هذا الاجتماع يلي بدنا نروح عليه اليوم كتير مهم. بدنا نبيع أضوية بالجملة لمشفى خاص. وضروري يصير اليوم يعني؟ ما بقدر أتصل بالناس وألغيه لأنه الاجتماع مهم. يعني بدي أقولك بروح أنا وبشوفهم، بس أكيد بيحبوا يشوفوا صاحب الشركة ويتفقوا معه. تجي معي حضرتك مو هيك؟ آه يا عيون أمك يا روحي. شيناس، مين يلي حسدك وصابك بالعين؟ مين يلي ما حمله عقله إنك رح تجيبي ولد؟ ظاهر لأني وقعت عن الدرج مبارح. بالأول ما حسيت بشي أبدا. لو ساعتها أخدتك على المشفى دغري يمكن. قلت له هالحكي للدكتور، قلت له يمكن أجهضت لأنه ما رحت دغري. قال لي حتى لو إجيتي بوقتها ما كان فينا ننقصه. هلأ دكتورك راح لعندك على المشفى شاهي؟ ما بوثق بدكتور تاني لأنه بيعرف حالتي منيح. بس انتي مالك ذنب بكل يلي صار يا بنتي. هيك الحياة، الموت والحياة ما نم بإيدنا. هاديون هاديون عطيني ياهن. عم تبكي بس تطلعي فيهن. شاهي، وقت اسعفوكي على المشفى كنتي عم تنزفي؟ لا يا بنتي، هلا وقت وهالحكي مو شايفة اختك شلون لونها مخطوف؟ ليكي مو صفيان فيها ولا لقطة دم، صايرة صفرة مثل الليمون. هل تهينا باختي وهمها ونسينا نواسيك سهري؟ العوض بسلامتك، الله بيرزقكم، لا تزعل. شكرا زينة. انت ليش لساتك هون يا صهري؟ ما بقدر اترك شاهيناز بهالحاله هي. معقول يا صهري؟ نحن هون جنبها. روح على شغلك، لا تتاخر، لا تتعطل عن شغلك، يلا روح. معقول هالكلام؟ ها امي معها حق سامي. اصلا ايه؟ انا صرت تمام، تحسنت، وبس شوفك زعلان ومتضايق عم ازعل وانقهر اكثر. متاكده؟ متاكده. اي ماشي طيب، لروح اذا هيك، بس إذا صار أي شيء حاكيني وأنا فورا بيجي لعندك. إيه؟ يلا يا ابني، الله معك، لا تقلق أنت، يلا روح. الله يوفقك ابني. انتبهوا على حالكم. روح، نحن جنبها. الله معك يا حبيبي. شاهيناز، أنت رميتي حالك من فوق الدرج يعني؟ أختي، ما خفتي تنكسر إيدك أو رجلك أو تنأذي؟ معقولة أنت؟ الله يصلحك. أنا ما رميت حالي، لما سمعت الكلام اللي قالته سوزان نزل ضغطي فورا ودخت ووقعت. شو قالت لك هالقية الترباية؟ قالت لي مانك حامل. زينة هي الحامل. كنت بدي اتصل فيكي بس شو بيعرفني، غيرت رأيي. قلت لحالي يمكن ما عاد طايقتيني. دريك، انت اللي حكيت لشهيناز عن حادثة الصايغ مو هيك فياض؟ حكيت لها انه رحنا على المخفر سوا وانه انقبضوا علينا مو؟ حكيت لها كل شيء صاير معنا. خليني اشرح لك. لك شو اللي بدك تشرح لي يا بالله؟ ها؟ مو انت اللي اخذتني غصبا عني لعند الصايغ يومه؟ وانت حاولت تخليني اسرق؟ وحتى انت اللي حطيت بشنتاتي الذهبات وكمان بدون ما تستحي بتخبر عني فوقه؟ ولك انا عملت هيك لمصلحتك، انت شو بدك بهدول العالم؟ خلينا نروح على أزمير، على الحارة تبعنا. شوف، أول مرة بحياتي بعيش مرتاحة، ماني آكلة هم لا شو بدي أشرب ولا شو بدي آكل،
وصاحب البيت ناطرني على الباب واجا ولا ما اجا. انا بدي ادرس وعندي احلام وانت دمرت لي كل احلامي. شو رح يصير لك يعني اذا ما درستي؟ انا شو صار لي؟ لكني ما درست. زعلان شي؟ ردي. اه طيب اذا رحت عازمين شو بساوي؟ قلي بقعد عند خالي حورية بالبيت وهي بتصرف علي؟ بصير مثل نسوان الحارة وما شغلتي غير ساوي مونة ونظف واطبخ كل النهار. اه وحياتك ما رح خليكي تحتاجي شي. ولك انت لهلا ما عم تقدر تصرف على حالك، لسه انا من كم يوم اعطيتك مصاري. شوف انت عم تحرق حالك وعم تحرقني معك كمان. في حدا بيعمل هيك بالبنت اللي بيحبها؟ والله انا بحبك، بس انا بفهم انه الواحد بيتمنى يشوف اللي بيحبه سعيد. بلا هذا الحكي، انا ماني من يلي بصيروا شهود على كتب كتاب اللي بيحبون. انا مو هيك بقصد. هلا اذا رجعنا لبعضنا شو بتفرق معك؟ يمكن لو حدا منا معه شوية مصاري. عم تحكي صح. شوف فياض، اعطيني فرصة وخليني هالفترة بدي ابقى عند بيت عمي. هلا بلكي طلع لي جامعة بإزمير، ساعتها بروح لهنيك بستأجر بيت وبنقعد فيه، وانا متأكدة انه عمي هو اللي رح يدفع الأجار، وبعدين شو ما بدك بنعمل. عم تحكي عن جد؟ بعدين انت مفكر انه شاهيناز رح تتركنا بحالنا؟ قالت لي انه رح تخليهم يقبضوا عليك لانك فتت على البيت. شو قالت؟ شو قالت؟ رح تحطنا اتنيناتنا بالسجن مع بعض. بالله هيك قالت لك؟ اذا بحكي لجوزة عن تخبيصاتها رح تلاقي حالها برات البيت. ليش هي شو ساوي تحكي لي؟ ولا شي. لا شوف انت لا تورد سامي بهالشغلة اذا بتريد، هو بده مصلحتي واني يكون مبسوطة معه. والله والله بس الاخ مستحليكي. عجبتي؟ هذا مو شايف فرق العمر اللي بيناتكم وحاطك بمخه هاي عم قلك؟ ها شو هالحكي هاد فياض؟ سامي مثل اخي. وليه؟ ما حدا بيعمل مشاكل من شان وحده بس لانها بنت عمه. سوزان طلعي فيني، مدام انا لهلا ما لمستك ما حدا بالعالم كله رح يلمسك، واللي بيفكر يلمسك رح اخذ روحه. خمسمائة لمبة محطوطين بالمستودع الفاضي. عمي أحمد دخلك على أي أساس جايبين كل هاللمبات هاي ومخزنينا؟ البضاعة منيحة كتير وعلى طول بتلاقي زباين إلها، بس من شهور ما بعتوا منهم. بعدين بتعرف موضوتهم خلصت من زمان. المهم أنا قلت أحسن ما يبقوا عنا خلينا نبيعهم بالجملة. أنا عندي رفيقي بيشتغل بمشفى خاص، قال لي إنه محتاجين أضوية لكل المشفى، وفورا دليته على محلكم ورحت له مدحت لهم ببضاعتكم، قلت لهم إنها رخيصة ونوعيتها كمان ممتازة، فقرروا بالأخير أنه راح يشتروهم كلهم. إن شاء الله ما تكون نزلت كتير بسعرهم. معقول هالشي؟ ليش من حقي أعمل هيك؟ طلبت سعر أكتر من المكتوب عليهم. بس ما يجيهم عرض أرخص منها. شو هالحكي عمي أحمد؟ أنا قلت لك رفيقي بيشتغل عندهم ما راح يصير هيك شي، لا تقلق. بين فكرت بكل شي وحسبته كمان. قالوا نعم، أنا هلأ برات المحل، بس ارجع منحكي منتفق على كل شيء. انا رح جيب المصاري معي، ما في داعي للحوالي. ايه. ايه شو بخصمك هالأمينة؟ مو طبخة ولا طبخة اليوم. منيح يلي لقيت صحن هالشوربة من مبارح. يلا يا امي يلا تقبريني، كلي لك لقمة مشان يدفى قلبك. يلا بس لقمتين. ليش أنا إلي نفس أكل شيء أمي؟ صرت لعبة بإيدين وحدة فصعونة بآخر حياتي. بس كلي لقمة يا روحي، بس لقمة لا تكسفيني. مو جاي على بالي يا بنتي، ما بصير هيك، لازم تهدي شوي. هلأ هيك لفت الشغلة ودارت ووقعت بالأخير على راسي أنا؟ هلأ بتروح هالفصعونة اللي اسمها سوزان بتحكي قصتي للكل وبتصير على كل لسان. يا بنت لا تكوني حكيتي شي هون او هون. لكن امي رحت وقفت بنص السوق وصرخت هي يا عالم عم تسمعوني انا حامل يا ناس، بس قلت لماجد لما كنا بمحل البرك، وبعدين حكيت انا وياكي بالبيت، وكمان حكينا هون انا واختي، بس بهداك الوقت ما كانت هي الفصعونة، كنا لحالنا. شاهيناز لا تكون سوزان تنصتت على الباب وسمعتك لهيك هددتك.
شو إنها قليلة أدب وما بتستحي؟ لما شفتك سخنتي صحن الشوربة قلت لحالي لجيب لك لقمة خبز. بس أنا بنتي حتى لقمة الخبز ما عم ترضى تحطها بتمها. ما بيكفي إني خسرت حفيدي ولا راح أخسر بنتي الغالية كمان. لا تزعلي، شاهيناز لساتها صغيرة وبكرة بتجيب أولاد. شاهيناز لازم تلبسيها لهي بابوج بكعب مشان هي ورايحة وهي وجاية تطقطق بالكعب. لازم نسمعها. شو هالمرة مثل القضى المستعجل طبت هيك فوق روسنا. شاهي لتكون هي اللي عم تتنصت علينا مو؟ أهلين أستاذ سامي. هلأ سمعت الخبر وكتير زعلت. إن شاء الله الله بيعوضكم. الله يسلمك. زينة تعي. لا تواخذيني حبيبتي، روحي على السوق واشتري الفستان اللي بيعجبك ماشي، ولا تشغلي بالك بشي أبدا. ليكي شاهي، بعرف إنك بيوم من الأيام رح يجيكي ولد، لا تيأسي. أنت اللي بتخليني أتفائل دايما مو؟ يلا أمي يا روحي، أنتي انتبهي على حالك يا روحي. أمينة أنت شو عم تعملي هون؟ عم أمسح غبرة الطرابيزة. زينة انزلي لتحت استنيني دقيقتين، في عندي كام كلمة بدي أقول هون لأمينة. قولي. تعي لهون لشوف وين الغبرة اللي قلتي عليها. قولي ردي. خلص مسحتها. قليلة أدب وما بتستحي، عم تمسحي الغبرة احكي الحكي لوحدة غيري. قولي انتي ما بتستحي على حالك عم تتنصتي على الباب. والله عم تغلطي بحقي هيك. انتي اللي عم تغلطي بحق بناتي وتحكي عليهم. انا اعوذ بالله، شو قصدك؟ ما فهمت. ليكي أمينة، انا سمعت انك عم تحكي عن شرف زينة وكرامتها هون وهون. مين انا؟ لا جدي، مين غيرك اللي رح يكذب ويحكي عن بناتي قصص هون وهون؟ ردي. تاني مرة اذا بسمع كلام عن لسانك والله العظيم لأترك الاحترام والذوق تحت واطلع ورجيكي قيمتك على اصولها يا سرنوي، ورقبتك هي رح افرمها فرم. امي رح نتأخر. يلا روقي، عم تفهمي وليه؟ ابنتك تنتيف. يا الله دخيلك، وين حاطط هالملف؟ شو انتهت بيننا صداقة والشغل يا شاهيناز؟ من وقت ما أخذتي هالوراق لا عاد سألتي ولا اتصلتي، شو صار معك؟ ردي. ايه بس أنا بدي شوفك. والله مريضة ما مريضة أنا ما بفهم.
إذا بدك بشتري باقة ورد وبجيب نفسي لعندك على القصر. ها؟ شفتي ما أحلاكي هيك؟ ناطرك بنفس المحل. بتعرف يا خليل إنه كتير منيح دغري أخذنا المقدم دفعة. طبعاً يا عمي أحمد، نحن شو قلنا على بوضعه المادي؟ نحن بناخذ المصاري مقدم وبعدين بنقعد على الطاولة لنتفق، ما هيك؟ سامي، أبوك خبرني بالقصة ولا يهمك، بيتعوض. كنت ضل بالبيت اليوم. شاهيناز حست إنه تحسن وضعه وقالت لي لا تقصر بشغلك. ألو نعم. سامي، بعرف شو ما راح أقول على الفاضي، بس لا تنقهر. أنت ومرتك لساتكن شباب، إيه؟ خلينا نطلع شوي، بدي أحكي معك بموضوع مهم. لا، أنا لازم روح هلا لأنه عندي اجتماع، بدي أطلع على أوضتي أخذ شوية أوراق وروح فورا. أصلاً أنا أجيت بس مشان وصل أبوك. مدام هيك موافق، بكرة منلتقي بنفس المحل. ماشي. هاد صديق قديم كتير، أنا خفت من رفيقك خليل على الفاضي يا ابني. اليوم بالاجتماع عجبني كتير، لو شفته كيف بعلنا البضاعة والله معلم. ولما وظفته هون عنا بالشركة كان معك حق 100%. شاهيناز، لوين بنتي؟ انتي ما لازم تقومي من تختك. كأنك عم تحاسبيني أمينة؟ روحي شوفي شغلك. مصطفى وينه؟ ليكو. سعيد، أهلا وسهلا. أنت سألت عني؟ أهلين يا هلا، كيفك؟ منيح، وأنت كيفك؟ منيح شكرا. مبكر شوي. خير؟ أنا صار لي سنين بيجي على المحل لعندكن وأنت بتعرف. مزبوط، وأنت أحسن وأقدم زبون بالمحل. لأنه محلكن منيح، محلك حلو ومرتب وأنا بحبه كتير. شكرا. وأنا بدي أعتمد على العشرة اللي بيناتنا. قل لي. حاسس عم بحكي مثل بابا. الحقيقة كنت بدي أطلب منك طلب. سعيد أنت بتأمر، إذا ما معك مصاري شرب على حسابي اليوم. لا لا، مو هذا هو قصدي. لكن بصراحة أنا بحاجة للشغل. شغل؟ الشغل اللي منعرفه؟ يعني بدك تشتغل؟ بالضبط. هداك اليوم كنت عم تقول إنك محتاج لشاب يشتغل عندك بالباري، إذا ما جبت حدا أنا بشتغل. سعيد، نحن شغلتنا بتبين حلوة من برا، بس إذا تركتني بكرة أو اللي بعده بتوقعني بورطة، وإذا جاي مشان تتسلى بتتعب كتير. لا لا، أنا ما بدي أتسلى، بدي أشتغل عن جد، أنا محتاج للمصاري. 300 باليوم غير البقشيش، هيك تمام؟ ايه طبعا اكيد. امتى رح تبلش؟ فورا اذا بدك. موافق، يلا مبروك عليك. شكرا كتير لك. وهلا كزبون اشرب اخر شفه بهالكاسه، بعدين روح لورا البار. ماشي. سلام. ما حبيت اعمل فضيحه واجيت بس اخر مره، اخذت المصاري، ليش اتصلت فيني اليوم؟ المصاري مو كل شيء. احكي لي شو مشكلتك؟ ما بدي ضل ساعة عم اتطلع بخلقتك. من الآخر تراجعت عن اللي اتفقنا عليه، فهمتي؟